بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها بدء تشغيل قطارات السكك الحديد الإضافية عشان الناس اللي هتسافر في العيد، وكمان هيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية في المحافظات الحدودية ضمن مبادرة حياة كريمة. ده غير أن النهاردة في ماتشات مهمة في الدوري المصري وكمان في الدوريات العالمية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر هتبدأ تشغيل القطارات الإضافية تيسيراً على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك. وجهت الهيئة بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط. كمان النهاردة هتنطلق 4 قوافل طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. القوافل هتستمر لمدة 2 يومين وهتكون في محافظات مطروح وأسيوط والبحيرة والدقهلية. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة. هيلتقي فريق سموحة مع مصر المقاصة، وفيوتشر مع الجونة، وغزل المحلة مع فاركو. المباريات هتكون الساعة 9:30 بالليل. عشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع المباراة الختامية للجولة 34 من عمر المسابقة، هتجمع ما بين كريستال بالاس وليدز يونايتد الساعة 9. كمان النهاردة هيكون في مباراة قوية بين يوفنتوس وساسولو الساعة 9:15 في ختام الجولة 34 من عمر الدوري الإيطالي.